أتى رمضان للأكوان بشرى. كثير من الناس يعيش في ماضيك، فالماضي لا يساوي المستقبل. مهما حدث لك في ماضيك ارميه وراك، ما له أي علاقة باللي يحصل. فابدأ من الآن واترك ماضيك وراك، استفيد منه، خذه للعبرة والعظة. عندك حقوق لناس أعطيهم هي، انتهي من هذا الأمر. فأنت وأنت لا تعيش في هذا الماضي مهما كان قاسي. فأريدكم اليوم تبدأوا تركزوا وانتوا تسمعوني، ماذا تريدون أن تفعلوا في المستقبل؟ وانسوا الماضي، انسوه. أتمنى أن تعيشوا بأقل مما، أن لا تعيشوا بأقل مما تستحقون. تعبنا وربي عن هموم القلب أدراك.